يقول إنه يلاحظ في بعض المجتمعات كثرة البدع، ثم يقول إن المبتدعين لهم حجة قوية ولا نستطيع الأخذ معهم والرد، ويطيل في رسالته شيخ صالح ويرجو منكم التوجيه، جزاكم الله خيرا. أما عن كثرة البدع فهذا مرجعه إلى أحد أمرين، إما إلى الجهل بأمور الدين، وإما تأثرا بدعاة السوء وعلماء الضلال الذين يدعون إلى البدع ويروجون لها. وعلى المسلم أن يحذر من البدع، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: كل ضلالة في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم هذا تحذير شديد منه صلى الله عليه وسلم من البدع، لما يترتب عليها من نقص الدين أو الخروج من الدين نهائيا والعياذ بالله. البدع خطرها شديد، وليس للمبتدع ولله الحمد حجة، وإنما عندهم شبهات باطلة ليس لهم حجة، الحجة مع أهل السنة، وأما المبتدعة فليس لهم حجة، وإنما عندهم شبهات داحضة لا قيمة لها. فعليكم بمناصحتهم والحذر منهم، وعليكم أيضا بتعلم السنة وتعلم الدين حتى تعرفوا السنة من البدعة. البدعة إنما تروج في حالة الجهل والغفلة، أما ما إذا تعلم المسلم أمور دينه وتعلم وعرف البدعة وتعريف البدعة وما هي البدعة فإنه يحذر منها. البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة، كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، أي ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز التعبد لله إلا بما شرعه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب على المسلم. لم يكن الله جل وعلا إلى العادات والتقاليد وما يستحسنه الناس أو تستحسنه عقولنا، بل إن الله أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وبين لنا ما شرعه لنا مفصلا، فما علينا إلا أن ننفذ ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لا يتم إلا بالعلم النافع، التعلم الصحيح والحذر من دعاة الضلال.